اهلا بيكم في ادوب انيميت. النهارده هنتعلم ازاي نضيف ايز ان وايز اوت للانيميشن بتاعنا. نشوف هنبدأ بروجكت جديد، انا كان عندي هناك 3 لير كله على لير، هعمل 2 ليرز زيادة على اللير دي، كليك شمال تمام. هنقف على الثانية الأولى ونختار الثلاثة لير وادوس F5 عشان ازود التايم لاين. هقف على اول كي فريم في اول لير واختار الدايرة وابدأ ارسم شيفت عشان الدايرة تترسم مظبوطة، وبعد كده اختار سهم السلكتور اسلكت الدايرة كنترول سي، وبعد كده اختار الكي فريم اللي في تاني لير اول كي فريم في تاني لير واعمل كنترول في، وبعد كده احطها تحت الدايرة الاولى واظبطهم تحت بعض بالظبط، وبعد كده اختار اول كي فريم في اللير التالتة وادوس كنترول في برضو احطها تحتهم. ممكن اغير لونها عادي، لو اخترت انا الدايره دي ممكن من هنا اغير اللون ايا يكن، ايا كان اللون اللي انا عايز اختاره. ممكن دي برضو نفس الكلام اختارها واروح هنا اغير لونها. وبعد كده اختار اقف على التلاتة لير بكليك شمال في اي مكان وادوس كليك يمين واختار كرييت كلاسيك توي، وبعد كده اقف على اخر كي فريم في التلاتة لير بنفس الاسلوب وادوس كليك يمين واعمل انسرت كي فريم، او كنت ممكن ادوس F6 على طول وبعد كده ادوس شيفت وحركهم الثلاثة مع بعض. وبعد كده احنا هنخلي الاولى هي النورمال اللي بتتحرك في كل الوقت بسرعة ثابتة، وممكن اخلي اللير التانية هي اللي بتبدأ سريعة وبعد كده بتبطأ، وهي ايه ده اسمه ايز اوت. لو دوست 100 هكتب هنا 100 وادوس انتر، والتالتة اخليها هي الايز ان واكتب هنا سالب 100 وادوس انتر، ونبدأ بقى نشغل. لو دوست انتر انتر تاني هنلاحظ ان الاولى ثابتة ماشية بمعدل ثابت ما بيتغيرش، التانية بتبدأ سريعة جدا وبتقل وسرعتها بتقل، التالتة بتبدأ بطيئة وبعد كده بتسرع. وهو ده الفرق بين وضع النورمال، وضع الايز ان، وضع الايز اوت. شكرا لكم.